مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في هذه التغطيه الخاصه باستخراج معاش للاطفال، ولكن بالتاكيد لفئات معينه في المجتمع. الحقيقه انه امر مهم جدا، وكمان بيبحث عنه كثير من حضراتكم، بس يمكن اوقات يعني ما بتكونش الدنيا واضحه بشكل كبير، وبيكون الامر غير متضح يعني بصورته الكامله. طيب ازاي يقدروا يقدموا للحصول على هذا المعاش، او ايه هي اصلا الاوراق المطلوبه للتقديم؟ خلونا في البدايه نتكلم عن يعني شيء ضروري جدا، ونقول انه نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي قالت ان الوزارة بترعى ما يقرب من 428 الف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الشريكة. اضافت ايضا في تصريحات سابقة ان هناك 520 مؤسسة رعاية ايتام، وكريمي النسب بها 10 ملايين طفل يتيم. لفتة الى ان التنسيق في الفترة السابقة كان يعني بيتركز على الحماية الاجتماعية. كمان أوضحت وزيرة التضامن أن الطفل اليتيم بيحصل على معاش كرامة بقيمة 350 جنيه شهريا، مشيرة إلى أن الوزارة بتبذل يعني جهود كبيرة لتطوير دور رعاية الأيتام. خلونا نتكلم يعني بتركيز أكتر عن فكرة استخراج المعاش للأطفال المستحقة أو الفئات المستحقة من الأطفال. هنلاقي أنه في هذا الشأن وزارة التضامن أكدت أنه بيتم منح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة معاش الطفل، ويعني كمان تحديد القيمة وفقا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش، بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 200 جنيه شهريا لمدة 8 شهور من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي. كمان أوضحت وزارة التضامن أنه بيستوجب على المستفيد تقديم طلب الحصول على المعاش بعد يعني استيفاء كل البيانات بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة. طيب يعني يمكن البعض يتساءل ايه هي الفئات المستحقة لمعاش الطفل. اكيد فئات معينة من الاطفال هم اللي هيكونوا مستحقين للحصول على معاش الطفل. خلوني اقول لحضراتكم انه دول هيكونوا الاطفال الخاصين بالمطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت، كمان الاطفال الايتام او مجهولي الاب او الابوين، الى جانب ايضا اطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات. يمكن كمان بيكون في خلط احيانا ما بين اطفال بلا مأوى والعاملين والاطفال المتسولين. فيما يتعلق ببرنامج اطفال والكبار بلا مأوى، اشارت وزارة التضامن الى انه تم تسجيل 18000 طفل بلا مأوى، مشيرة الى ان هناك خلط بين اطفال بلا مأوى والاطفال العاملين والاطفال المتسولين، موضحة ان برنامج اطفال وكبار بلا مأوى وصل في عدد الاطفال الى 28000 طفل. أشارت كمان إلى أن الوزارة بتستعد لإطلاق منصة المفقودين، وبتتضمن تأسيس قاعدة بيانات لكل الأطفال والكبار المفقودين والمتواجدين في المؤسسات، وبيتم التعامل معهم عبر التقنيات الحديثة المتمثلة في التعرف على الوجه والأماكن المتواجدين بها، موضحة أن الوزارة لديها حوالي 17 سيارة خاصة ببرامج التدخل السريع وأطفال وكبار بلا مأوى للوصول إلى الأطفال والكبار وتقديم خدمات الوزارة لهم. خلونا ننتقل مع حضراتكم لجزئية أخرى هامة جدا في هذا الأمر، وهي خاصة بالأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على معاش الطفل. ذكرت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني إجراءات الحصول على المعاش. أولا يعني بيقدم طلب للحصول على المعاش بعد استيفاء البيانات بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة. خلوني أعيد على حضراتكم مين هم الفئات المستحقة. أولا الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين، كمان أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، أطفال كمان المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات. بالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على معاش الطفل من التضامن، فهي بتكون صورة من شهادة الميلاد وبيان بالموقف التأميني، صورة وثيقة طلاق الوالدين، وصورة وثيقة زوج الأم، صورة كمان شهادة وفاة الوالدين في حالة طبعا الوفاة في حالة أن الطفل يتيم، ومستند السجن في حالة سجن الأب أو الأم.
شروط الحصول، يعني حصول الطفل على المعاش، المعاش الطفل الخاص بوزارة التضامن، أن يكون الطفل مصري أو الطفلة طبعا مصرية، أن يكون السن أقل من 18 سنة، كمان عدم وجود دخل ثابت، وأن يكون الأبوان زي ما قلنا مطلقين، الأم متزوجة من غير الأب والأب متزوج من غير الأم، أو يكون الطفل يتيم الأم والأب، أو يكون مسجون والأم متزوجة من غير الأب المسجون، ده في حالة أن الأب مسجون طبعا. طيب إيه الإجراءات اللي بتتم؟ يعني حاليا بيتم تقديم طلب للوحدة الاجتماعية التابع للسكن، تقديم المستندات المطلوبة، إجراءات كمان الجهة المقدمة للخدمة، إجراء البحث الميداني من الوحدة الاجتماعية، وبتعرض الحالة على اللجنة المختصة لرفض الحالة في حالة انطباق شروط الاستحقاق. يعني دي كانت كافة التفاصيل الخاصة بكيفية استخراج معاش للطفل. بشكر حضراتكم طبعا، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.